حول الله للمة عربية أساسها الثقافة والعلم. شكرا لمجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب الذين أبوا إلا أن يبصموا بأقلام من ذهب داخل المملكة المغربية بكفاءاتهم وأطرهم وكوادرهم من أجل إنجاح هذا المهرجان الكبير الذي له بصمة ثقافية خالصة. شكرا للسيد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي عندما قمنا بدعوته لبى الدعوة بكل فرح وزاد عليها بالقول أنه سيكون حاضرا وسيكون حضوره مؤكد. نشكره ونرحب به بهذه القاعة التي بها تلة من المثقفين والفعاليات من كل الأطياف والألوان. نشكر كذلك كل الضيوف الذين حلوا بهذه المدينة الخضراء بشبابها المبدع ومثقفيها وإعلاميها. نشكر الضيوف من الأردن ونشكر الضيوف من سوريا ونشكر الضيوف من العراق ونشكر الضيوف من فلسطين ونشكر كل من زارنا وكل من جاء باسطا يديه من أجل رفع شعار واحد المحبة والأخوة. شكرا للحضور الإعلامي المكثف السمع البصري والإلكتروني والورقي المحلي الغزير والوطني الكبير. نشكر الكل ونؤكد لهم على أن النسخة الأولى التي حملت شعار كما ترون تفرقنا المسافات ويجمعنا الأمل. تلك المسافات التي رسمتها الحدود ورسمتها الحروب نأمل نحن المثقفين العرب وعندما يتكلم عن العرب بين قوسين عرب وأمازيغ فإننا نسعى إلى لمة واحدة وإلى حب واحد وإلى شعار واحد وإلى نموذج تنموي عربي جديد يؤرخ أولا للماضي العريق للعربة ويؤتت لشعوب قوية وشعوب تحب بعضها البعض وشعوب مؤثرة من أجل تغيير وإصلاح أنظمتها. مهرجاننا اليوم الذي نفتتحه بمقر العمالة للإنسمام أول رسالة نبعثها هو أننا أصبحنا الآن ضمن نمط جديد من السلطة، سلطة مغربية مفتوحة ومنفتحة على كل جد وكل جاد. كما ترون داخل مقر عمالة الإنسمام نحن نشارك في أمور ثقافية جادة. وبالتالي فهنيئا للمغرب وهنيئا للمغاربة وهنيئا للضيوف بكونهم يرتأوا واختاروا أن يأتوا إلى بيته التالي. اليوم في الافتتاح هناك قصائد شعرية وزجلية للضيوف أكثر منها لأصحاب الأرض كلها تهني وترحب وتمدح في المغرب مملكة وشعبا، كلها تقول لنا برسالة أخ والشقيق الذي يسكن ويفرق بيننا وبينه المسافات، رسالة تقول للمغاربة لكم مغربكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. الدكتور موسى داود الطريفي رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات والخبير في شؤون منظمات المجتمع المدني. اليوم احنا موجودين في عمالة بن سليمان حتى نشارك بالنسخة الأولى من المهرجان والمؤتمر الأول لمجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب. حضوري كان بصفتي خبير لشؤون منظمات المجتمع المدني في الارتقاء وتنمية دور الشباب وحمايتهم من الانحرافات بشكل عام وتحديدا المخدرات.
هذه المشاركة يعني تأتي على غرار مشاركتنا واستمرار سلسلة المشاركات المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والدولية على مستوى الأمم المتحدة. الآن احنا موجودين في مملكة المغرب، نشكر هذه الدولة الشقيقة على الاستضافة ونتمنى أن نستمر في هذا التعاون المشترك في المستقبل بإذن الله. كيفاش رأيت تشوفوا رتنامي هذه الدائرة على مستوى الوطن العربي؟ وهل هناك طرق مختلفة لمعالجة هذه الدائرة حسب المكان والزمان؟ صحيح، يعني هذه هي مشكلة تعاني منها كافة الدول في كل العالم، لكن على مستوى الوطن العربي نحن نشهد العديد من التغيرات، منها ظهور أنواع مخدرات جديدة غير مسبوقة، ومنها بعض السبل الجديدة في الترويج والتهريب. فالمقابل هناك أكثر من طريقة لتحدي مشكلة وظاهر التنامي تعاطي المخدرات في وطننا العربي. احنا بالدرجة الأولى نقول أن درهم وقاية خير من قطار علاج. التركيز على الوقاية والتركيز على إظهار مضار المخدرات هو أكبر وأهم وسيلة وأول حصن منيع ممكن أنه ينمي الوازع الديني عند مجتمعنا، فبالتالي يصبح هو محصن دينيا. ثم نعزز هذا من خلال المعلومات، هذه الثقافة الجديدة، ثقافة المخدرات اللي ممكن من خلال المعرفة أصبح قادر وقوي على مجابهة كل السلوكيات الخاطئة ليس فقط المخدرات. ومن ثم نبدأ بالأساليب الجديدة وسياسات التعامل مع المخدرات من خلال سن قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين السارية في بعض الدول العربية حتى تصبح قادرة على مواجهة هذه المخدرات، وخصوصا المخدرات الصناعية والجديدة اللي بدأت تظهر بشكل كبير في الشارع العربي. شكرا جزيلا. هذا المهرجان الأدبي والفني الجميل الذي يجمع بين الكتاب والشعراء والرسامين التشكيليين والدبلوماسيين والسفراء والوزراء شيء جميل جدا وناجح. وكان هذا حضورنا بدعوة من الدكتور جهاد، أنا وصديقي الدكتور الشاعر الكبير خليل حسونة، وقد سررنا بهذا الحضور ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق. سعادة الأخ سمير اليزيدي عامل بني سليمان، وسعادة السفير حازم التميمي سفير المملكة الأردنية الهاشمية، أيها الأخوة دون التخصيص، وكلكم نواب وكلكم أسماء وكلكم أدباء وكلكم شعراء وكلكم مفكرون، وأنا أقدم الليلة احتراماً لهذه الهامات الموجودة. وقد شرفوني أخوتي في مجلس الكتاب العرب بصفة رئيس المكتب التنفيذي العربي أن أتحدث باسمهم وباسم الوفود الذين شرفوني أيضاً لا أتحدث باسمهم، وأرجو أن أكون قد وفقت أو وفقني الله إلى ما يصبو إليه مثل هذا الملتقى، وأقول أننا المسافات لن تمنعنا، ولكن الأمل هو الذي يجمعنا، والحلم العربي الإسلامي هو الذي يجمعنا، وسنعمل دائما وأبدا من أجل تحقيق هذا الحلم، حلم الإنسان العربي في الحرية وفي الكرامة وفي التعبير عن ذاته بكل بالصراحة وبمنتهى الذكاء، وأيضا الوسائل الإعلام المختلفة أن تكون على الأقل مهتمة بالإنسان وبقضايا الإنسانية وقضايا الوطنية. يا سادتي هذا الصفاء والدهر بالأنس وفى، منكم بكم زال الجفا والدهر دوما في سرور، شرفتمونا بالحضور أن عشتم القلب السرور وترنم الشادي وها. بالبداية نشكر عادل إقليم سيد الاستيمان السيد سمير اليزيدي فتحنا وقلبه لإقامة هذا المهرجان، كما نشكر سعادة السفير الأردني على تلبيه الدعوة للحضور، نشكر الضيوف الكرام على رأسهم معالي وزير الدولة الأسبق الدكتور طه الهبابة والدكتور وصف عرب ديلخ رئيس تنفيذي مجلس كتاب المثقفين العرب، والدكتور خليل الدكتور عادل سعادة السفير الفلسطيني كان في أفريقيا سيد حسن محمد شلتو، الدكتور موسى داود رئيس جمعية مكافحة المخدرات سبيل منظمة ميشيل المدني،
كما نشكركم جميعا على تلبية هذه الدعوة والحضور تشريفنا إلى المهرجان. لن أطيل عليكم، سأترك المجال لنسمع بعض من شعرائنا اللي يشرفونا على المغرب. تحية محبة أخوة لبلدنا الثاني يعتز بشرفه المغرب.